هاني جاجورة، عادل مصطفى، إنو فارس، إيلان خضر، عوض عبود، كاتيا زيادة، عمار رسول، كوبيل العلبي، باسمي عمار صبوح، ليا جمرة، سارة عبود، أسيبة شتول، سليم شلوب، مونتيناوي، اسمي وحيد حسام، ماري شادة، كيرون نوني، محمد دياب، كرمين عمار، عمار قادري، فراس جرار، هيا شعبان، فراس سلو، نضال عبدالله، رشد حبيب، يارا كوكش، سنة تالتة إعلام، سنة تالتة إعلام، سنة تانية إعلام، سنة تالتة حقوق، إعلام، طالب سرامة كلية حقوق، طالبة إعلام، درس فنون سنة أولى، تمويل مصارف، متخرجة أدب عربي، بشتغل صحفية، خريجة كلية الإعلام، سنة تانية معهد هندسة إعلام، سنة تالتة هندسة حوسيب وأوتوماتيك، هندسة عمارة، درس سنة تانية إعلام، صحافة وإعلام، سياسية، طالبة إعلام، خريج إعلام، جرافيك وورد ديزاينر، مدرس اعلام، طالب كليه الصيدله، كليه الاعلام، سمعنا انه في مقابله قبل الدوره، استغربت كثير من الاسئله، بس ما تخيلنا انه تكون انه يعني الدوره كلها ولا حتى المقابله تكون بهالحجم هذا وبهالاهميه. يعني كل الدورات كنا نسجلها ما في شيء مقابل. هلا بالنسبه لدور التصوير تعلمنا اهم شغله بحياتنا، انه لتكون صور مضر لكم مع الكاميرا، عينك اهم من الكاميرا. ما تعلمنا نحن كيف نصور قد ما تعلمنا كيف نفكر لحتى نقدر ناخذ صوره حلوه. التصوير هو اكثر مجرد كبسه سر، غير كل طريقه نظر الصوره بعد الدوره. صرنا نعرف تقريبا مين اللي بيعمل كيف تعمل الصوره الصح ومين اللي بيعمل الصوره فعليا. احلى شغله كانت بالدوره انه اكتشفنا انه في عالم جنبنا حلو كثير. احنا ماشيين جنبه مو حاسين فيه، بس في شغله كثير علقت ببالي انه بفن الصوره او بعلم الصوره في قواعد واساسيات احنا بنمشي عليها، بس احلى الصور اللي بتتاخذ بلحظات عفويه. انا كنت اشتغل قبل بعده اماكن، دربت فتره على التصوير، لكن اللي دربت عليهم بدور اكيد شيء بيفرق كثير عن اللي اخذناه قبل. كنت بصور بس ما كنت بعرف انه التصوير له قواعد وزوايا معينه من كل واحد، اذا اتبعها تطلع معه الصوره احلى. لانه انا قاعدتي المعرفيه عن موضوع التصوير اختلفت كثير عن الاول، وكثير كان في عندي افكار خاطئه وافكار قديمه عن التصوير تغيرت كلياتها. هاي الدوره مو هي يعني غير انه هي بتدرب على شيء اسمه تصوير فوتوغرافي مونتاج واخراج، هي عودتنا على شغله، يعني اول شيء ثقافه عامه، عودتنا على انه نحب بعض، نشتغل كجروب ما نشتغل كل واحد لحاله. انا زمان مشتغل ضمن جروبات، بس مو مثل هذا الجروب، في شيء غير ما ادري، ما بعرف كيف. اكتشفنا انه الشغله اللي زرعها فينا اللي هي انه حب الفريق هي شيء كبير كثير، اكبر من مجرد فريق عمل، هي شيء بمجتمعك، هي يعني هي انك تحب مو بس فريق عملك، هي انك تحب الناس اللي عايش معهم، اللي عم تشتغل معهم، اللي عم تتعامل معهم، تحب ناسك. انه الشغله مو بالعدد اللي بتشوفه، الشغله بكيف بتشوف القصه، شغله مو كيف بدك تصور، اكيد هيدا شيء مهم كثير، بس اهم شيء قبل هيدا كل شيء انه تكون عرفان شو بدك تصور، عرفان شو بدك تبرز من هيدا الشيء بدك تصور، سواء اذا كان شخص او شيء معين. بجوز كان لازم نجتمع حتى نكتشف انه نحن كلياتنا مفصلين لبعض، يعني مثلا القصه اللي نحن القصه اللي عندي انا ناقصه مثلا بلاقيها عند ناس ثانيين، القصه كل شيء يعني مو بس بالشغل، بالنفسيات، حتى القصص الناقصه اللي عندنا بالنفسيات عم نلاقيها نحن عند اخواتنا اللي كانوا قاعدين جنبنا. كلياتنا يعني كلمة أصلا إنه كلياتنا بني آدم واحد. إيه. أهم شيء بالكورس كان إنه التعامل ما كان متساوي لكل طالب موجود، كان كل واحد الأستاذ يتعامل معه بطريقة مختلفة بناء على شخصيته. إنه الشغلة مو بس إنك تاخذ معلومات نظرية، الشغلة إنك أنت تطبق الشيء اللي عم تعمله. شوف شلون تحلل الصورة، شلون تشوف في عندك رؤية، لازم يكون في عندك شلون تقدر تكتب. الدورة كان شيء كثير مختلف عن كل شيء بدنا نوصفه. هلا ممكن حدا يصدق انه بقلب جامعة دمشق في شيء اسمه عيادات العمل بيقدم دورة هيك، في شيء غير متوقع يعني. ما توقعت هيك، يعني انه ما في كل هالتعب وهالضغط، يعني فكرت انه فايت تتعلم امسك الكاميرا صور كم صورة يلا اسرع. لا فيها مو قصة تعب، 110 ساعة اول ساعة تشبه الثانية، يعني كل يوم تتعلم شيء جديد، معلومة جديدة. كانت الدورة جدا ممتعة، يعني احنا 110 ساعات ما حسنا فيها، وكلنا كنا متضايقين انه بدنا لسه. العلم اللي اخذناه بعيد عن
بالضبط الاخراج صناعة الافلام الصوتية. القصص الثقافية اللي تقوم عليها صناعة الافلام الصوتية. شيء جديد بالتصوير بالمونتاج، بتناقش افلام السينما، بالسيناريو بالموسيقى. فتنا على الدورة على اساس نتعلم تصوير، نتعلم مونتاج وكل اي دورة بنعملها وين ما كان. الدورة هي ابدا ما لها مثل اسمها، لا لا علاقة بالتصوير لا ما قصدي هي علاقة بالتصوير، علاقة بالافلام الموسيقية، بس الاهم انك تعرف تصور، الاهم انك تحط الموسيقى، الاهم انك تعرف تمنتج، انك تعرف انت الفكرة كيف بدك توصلها للمشاهد اللي عم يشاهد لك، تعرف شو هدفك من الفيلم، تحط اهدافك قدامك وعلى اساسها تعمل فيلم بدك. بكفي تعلمنا كيف تشتغل كفريق لانه هذا اهم شيء بس انت تفوت على مجال العمل. مو دورة بس افلام، مو دورة بس تصوير. دورت كل شيء. بدنا تعلمنا التصوير، تعلمنا كيف المنتج، كيف نكتب سيناريو، كيف نسمع الموسيقى منيح. فعلا كنا عم ناخذ شيء جديد، كنا مبسوطين بكل معلومة عم ناخذها. كان في هيك حماس مثل ما بيقولوا بيناتنا. أكثر شغلة زرعها فينا يمكن هو أنت قوتك بتكون بفريقك اللي أنت فيه، فأنت إذا انشلت من فريقك انت الخسران. يمكن تجيب كاميرا مليون دولار رح تطلع ما بتصور لحالها، لازم يكون انسان بيفهم اللي بيصور. انا ما اخذت كاميرا بهي الدورة، يعني انا كنت فايت بجوز اعرف اكثر عن الكاميرا، بس تفاجأت فيه انه انا ما اخذت شيء عن الكاميرا يعني. طبعا لندن بصور فيها ال 110 ساعات تبع دورة دبلوم ساعات الافلام الموسيقية، يمكن هي كانت نقطة تحول كل معنى الكلمة. يمكن هي اللي غيرت حياتي مو لهلا لبعد لكامل لكل حياتي الباقي. شيء العلاقة بيه كيف شوف؟ احنا مثلا باخر الدورة قبل اخر الدورة بشوي فجأة صرنا حسينا حالنا نحن عن جد عم نشتغل شيء عملي، ما رح يصح لنا نشتغل في اي مكان ثاني. واخر شيء وصلنا لهون لنتخرج كمخرجين. 31 واحد طلعوا واحد اخر شيء. عمرك ما حتعرف انت ليش لازم تكون بهي الدورة لحتى تخلصها. اهم شيء حتكتشفه خلال الدورة. تعلمت كثير شغلات ما كنت اعرفها من قبل. حابه احكي عن اسلوب التدريس انا ما شفته مثله لعده اسباب، منها انه كل يوم معلومه جديده وما في ملل ابدا ولا ثانيه، ما بيقدر الواحد يغمض عينه، يعني اذا غمض عينه او غاب فكره شوي عن الموضوع هيك بحس راح عليه شيء كثير. على سبيل المثال كنت من قبل اذا بدي اسال حدا عن اهتماماته بالسينما او الموسيقى او اي شيء بفكر فيه لحتى اقرب منه اقول له شو شايف او شو بتسمع. اليوم صرت اذا بدي اقرب من حدا اساله كيف تسمع كيف تشوف. اذا واحد حسه بلش هيك كثير يكبر راسه، وهو دائما بينصحنا انه ما لازم يكبر راسكم، بيعمل هيك حركه بدون ما حدا يحس انه رجع ضبطب لحتى بعدين انه مشان يساعدنا من دون ما نحس، نحن بنحس انه ليش هيك عم يعمل فينا، انه شو عملنا لحتى هيك عم يخالفنا، بس هو بيكون انه بنعرف انه بيخاف علينا مشان ما انه ننزع حالنا انه هيك يعمل حركه انه رجع ضبطب. تعلمت انه ما اتخلى عن الحلم، ممكن الواحد كثير يمر بظروف صعبه بالحياه، بس دائما اذا عنده هذا الطموح هذا الشغف الشيء اللي عم يشتغله لازم ما يتخلى عنه. فكتير انا انبسطت لانه كان اخ بيعرف كيف يخلينا نصير مناح باسلوب او باخر. بس عم استنى اليوم اللي اشتغل فيه شيء عن جد يرضي طموحي ويرضيك ويرضي الجمهور اللي انا بدي اتوجه له، لحتى اتصل فيه واقول لك استاذ حكيم انا اليوم تخرجت من الدوره وشهادتي. يعني انا تعلمت انه المخرج بحاجه لشغلتين، لفكره صح ولناس بيحبوه، فانت اذا انشلت من بين الناس اللي بتحبهم فانت ما حتقدر تعمل شيء. يعني صار براسنا هذا كله معلومات معلومات معلومات، بس لازم نعرف نستغلها بس نخلص، واكيد ما رح نستغني عن نصائحه، وكل فتره وفتره رح نضل نتواصل معه حتى ينصحنا بكل جديد. مونتاج هو اكثر شيء لازم يكون واحد راعي لحتى يقدر يظبطه. المونتاج صعب بس بالنهاية بحس الواحد انه بذل مجهود ولاقى المجهود تبعه. تعلمنا مونتاج بطريقة كتير كتير حلوة، نحن تعلمنا بإيدنا، يعني اشتغلنا نحن بإيدنا، وكان تمهيد لنتعلم الإخراج. لأن نحن كلنا قبل كنا نشوف سينما، بس كنا نشوفها هيك للترفيه،
هلا صرنا نعرف انه السينما هي شلون بتاثر بالشعوب، شلون فينا نغير مجتمعات فيها. ما بعرف كيف بدي احكي، بس شفت 350 فيلم تغيرت نظرتي للافلام كثير، صرت اعرف الهدف الحقيقي للفيلم. عرفنا السينما انها هي لعبه او اكثر سياسه اكثر ما انها ترفيه يعني، ونحن عم نتاثر فيها بدون ما نعرف. هلا صرنا فينا يعني بعد هي الدوره صرنا فينا نحلل السينما، صرنا نشوف اكثر، صرنا نفهم اللي عم نشوفه مو اللي عم بيهن عم بيورجونا اياه. حتى لو ما شفنا بس صرنا بنعرف تقريبا هالفيلم شو فيه، شو حكى، شو نقاط القوة، صار نقدر نحلل، عندنا رؤية للفيلم. انا ما لازم اقول انه عندي دراسه اعلام ولا تشاط خاص من الثالثة. شو؟ انزل قلت والله يا طلعت لك توبي في خاصه في انا خاصه شغله يلا غير نظرتك شو عم تطلع اصوات صوت فلان مضمون فيه هيك بدك تقول طيب والله احكي له مين كان بيعرف كل الافلام اللي بالدوله طيب بقول بلغ شغله هيك عشان دورك بعدها يا جماعه كنت سبع الفلوس كثير ما بيعرفوا هذا بيعرفوا انا 10 بكفون 10 ثواني انا لسه على واحد بالدور يس مش عارف بتقدر تعلي صوتك تقريبا علي ولا حدا عم يشرح لك اياه ولا شو اخذنا، عم تاخده بجوانب نفسيه امور ثانيه كثير يعني.